نحن نعرف أن للمزامير قوة بالشياطين، وخصص لنا أحد الرهبان بالتحديد المزمور 90 الساكن في ستر العلي، وقال إن المحاربين بشدة من الشياطين لا يقرؤوه لئلا يزداد ضراوة في حربه. يعني لو قلت المزمور الشيطان يتضايق ويشتد أزيد، أمال إيه قوة المزامير؟ المهم مش في نفس ألفاظ المزمور، إنما في الإيمان اللي موجود جوه قلبك وأنت بتقول المزمور، وفي روحياتك وأنت بتقول المزمور، وفي شخصيتك. يعني داود لما كان بيقول مزاميره وبيهدئ الشيطان اللي على شاول الملك، ما كانتش القوة في المزمور بقدر ما كانت في شخصية داود نفسه، ان شخص حل عليه روح الله فاصبح ممكن يكون وسيط يراه الشيطان فيخاف ويراه الله فيرغب.